أعلن التلفزيون الفلسطيني وفاة الدكتور صائب عرقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا. ولكن ابنته اللي هي ابنة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اللي هي دلال عريقات كان ليها تصريح تاني، وقالت بأن حالة الدكتور عريقات لا تزال حركة ولكنه ما يزال حيا، ودعت ابنته كافة وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر في نقل المعلومات عن حالة الدكتور صائب عريقات، ولا يعتمدوا فقط على أي أخبار بل يعتمدوا على وكالة الأنباء الفلسطينية. وكان التلفزيون الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات بفيروس كورونا، ثم قام بسحب الخبر. خضع عريقات في 12 أكتوبر 2017 لعملية زراعة رئة في مستشفى إنوفا فيرفاكس في فرجينيا الشمالية. وفي 9 أكتوبر 2020 أعلن عن إصابته بمرض فيروس كورونا، وفي 18 أكتوبر 2020 نقل إلى مستشفى هداس عين كارم الإسرائيلي في القدس لتلقي العلاج بعد أن ساءت حالته الصحية. روى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تفاصيل ما حدث معه عندما خضع لعملية لزراعة الرئة، مبينا أن قلبه توقف لثلاث دقائق وعشرين ثانية ثم عاد إلى الحياة. وقال صائب عريقات في حوار تلفزيوني لبرنامج أول مرة مع الإعلامي توني خليفة: أخبرني الأطباء أن المدة الزمنية التي توفيت فيها كانت 3 دقائق و20 ثانية، مشيرا إلى أنه تم لاحقا تحويلي لأحد الأقسام كي أدلي بما رأيته أثناء موتي، ولكني رفضت كي لا يقال في المستقبل أن صائب عريقات تحدث يوما وكان مهلوسا. وأكد عريقات أن هنالك أمورا تحدث بعد الموت ولكنه لم يقلها على الهواء، مشيرا إلى أنه قال لزوجته أنه قابل وجه ربه في ذلك اليوم، لكنه داعبها قائلا أنه سيدفنها هو. وتابع: لم أخرج من جسمي لأنه لا يوجد جسم، كنت أمشي بسرعة الريح ولكن ليس في السماء ولكن في شيء يشبه الفراغ، مضيفا: رأيت وجوها معينة وكنت قد ساعدتها في الماضي ولا أتذكر أسمائها. صائب محمد صالح عريقات من مواليد 28 أبريل 1955، وهو كبير المفاوضين الفلسطينيين منذ عام 1996 حتى قام بتقديم استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس في 12 فبراير 2011، وما زال في المنصب وشارك في عقد اتفاقية أوسلو عام 1993. ده صائب عريقات. صائب محمد صالح عريقات ولد في 28 أبريل 1955 في أبو ديس، أي حاليا حوالي 65 سنة. هو سياسي فلسطيني يعرف بلقب كبير المفاوضين الفلسطينيين منذ عام 1996. لمشاركته في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ويشغل حاليا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد يوم 28 أبريل 1955 في بلدة أبو ديس بمحافظة القدس عندما كانت تحت الإدارة الأردنية، وهو السادس من بين 7 إخوة وأخوات. أقام والده فترة طويلة في الولايات المتحدة بوصفه رجل أعمال، وسافر وهو في سن 17 إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ثم حصل على الشهادة الجامعية من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية وجامعة برادفورد البريطانية التي حصل منها على درجة الدكتوراه في دراسات السلام. وبعد نيله درجة الدكتوراه حصل على الجنسية الأمريكية، ثم عمل محاضرا للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس كبرى الجامعات الفلسطينية وعرقها، كما عمل صحفيا في جريدة القدس الفلسطينية لمدة 12 عاما.
ومن ناحية أخرى أفاد المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج فيه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب أوراقات من تبعات إصابته بفيروس كورونا بأن حالته خطرة ولكنها مستقرة. وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية قد نقل الأحد إلى مستشفى في تل أبيب، وقد أصيب عريقات بالفيروس مطلع هذا الشهر في بيته بالضفة الغربية ونقل للمستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين. وقالت منظمة التحرير الفلسطينية أن عريقات البالغ من عمر 65 سنة بحاجة لرعاية عاجلة لأنه يعيش برئة مزروعة منذ 2017. ده صائب عريقات. وهنشوف دلوقتي موضوع إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا أيضا. من ناحية أخرى أعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة الفلسطينية عن إصابة رئيسة الدائرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتورة حنان عشراوي بفيروس كورونا. وأوضحت الدائرة في تصريح عبر حسابها على الفيسبوك الأحد وعليه وعملا بمقتضيات الصحة العامة تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات دكتورة حنان عشراوي وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء. وقالت الدائرة نتمنى للدكتورة حنان الشفاء العاجل وللجميع السلامة ونذكر هنا بأهمية اتباع كل سبل الوقاية التي تنصح بها وزارة الصحة. حنان داوود خليل عشراوي هي ناشطة سياسية فلسطينية كانت قائدة في الانتفاضة الأولى والمتحدثة الرسمية باسم السلطة الفلسطينية. عشراوي من مواليد 1946 أستاذة جامعية وأم لبنتين، اختيرت في 1991 لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في محادثات سلام الشرق الأوسط في مدريد في أكتوبر. إتقانها الإنجليزية ومهارات التفاوض وفق النمط الغربي حقق لها إعجاب خصومها الإسرائيليين في المحادثات التي اشتركوا بها. يا حنان عشراوي، لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.